30 كنا 30 كنا صحاب خوت كل شيء يعني ما كناش كنحسوا بشي حد غريب علينا واخا شي ما كيعرفش مي كنا انا وايوب نو سون دي زامي ديجا ديال 5 ans كانوا ناس كنا كنعرفوهم كانوا ناس كنا كنعرفوهم ديجا شي وحدين كنعرفوهم في فيسبوك واتساب كنا كنهضروا مع بعضياتنا ماشي وحدين كانوا جدادين سو ما لقيناش مشكل في اننا نتعرفوا وسورتو انا كل واحد من المدينه هذا من وجده كاينين دوطخ من اسفي بزاف بزاف يعني ما لقيناش مشكل بيناتنا كنا اون فامي يد وحده يعني ما كانش المشكل في اننا نجلسوا في بلاصه واحده ما كانش المشكل اننا يعني كنتقاسموا كل شيء ماكله يعني دموع حتى مني مشاو صحابنا لي دي بيرسون اللي كانوا خرجوا كانوا بقاو فينا بزاف بكينا ضحكنا مجموعين فاي حاجه كانت كتبقى فيك صفيتنا بكيتها زهر ما بري يسفريتنا بكيتها عشت فيها غابنية يحتى النمية يا كينت فكار أنا مش كانت عيدكم شوف الوحال كيفاش يكون كيفاش أيوب خليفي عازف ومغني 23 سنة تزادي في مدينة سلا كيفاش بديت كنغني بديت في أنشطة جمعوية في مدرسة أنشطة ثقافية كانوا الناس كيقولوا لي راه صوتك زوين غني أجي راه كاين واحد النشاط تغنينا هذا كان هو البداية ديالي كنحس بواحد البليزير ملي كنكون كنغني يعني أول حاجة كنغني لراسي وملي كتبدا تغني لراسك إحساسك كيوصل للناس واخا انت ما تبغيش فهمتي الا حسيتي راسك كي الناس كيحسوك وكيبقاو يقولوا لك خصنا نسمعوك في ان سينجل بروفيسيونال خاصك تكون في واحد ليميسيون خاصك علاش ما درتيش هادي علاش وبديت كنفكر في انني شويه نتطور فنيا اورنج تالنت كنت خارج بجيتار كنتسارى في الرباط لقيت واحد القافله واحد مكتوبه اورنج تالنت المواهب مشيت السلام عليكم شنو بغيت نشارك دخلت جيتارتي غنيت ومشيت حتى عيطوا لي اتصلوا بيا قالوا لي راك دزتي باش يعني ما كانش عندك فكره ابدا على البرنامج كنت كنشوف الاشهار ما انا سمعت بلي راه كيديروا دي فيديو قالوا لي سولت الناس قالوا لي صافي راه تحطوا لي فيديو راه صافي سالا كلشي يعني ديك الكارافان كانت واحد الفرصه فهمتي باش يكونوا الاف وتبقى مع خمسه الناس هذا بحد ذاته يعني ان عندك موهبه وعندك مؤهلات الا ما تاهلتيش غيكون كان ولا ما خديتيش اللقب يكون كان عندك واحد البتي ديفو ماشي ما عندك والو كاع غتصلحو مع الوقت وغتكمل لجنه التحكيم الحمد لله تجاوبوا معايا ومع موسيقتي وكنحس براسي انني كنوصلهم يعني كيتجاوبوا معايا فهمتي كيحسوا لار اللي كندير كيعجبهم داكشي كلهم كيتفاعلوا ما كنحس انايا بجميله بزاف كده كده يا قلبي حتى من يا كل حاجة حلوة فيا كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي يعني ايه يعني خلاص انا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي لك عن حاجة تعب فتيحة بنت ديال 21 عام كتقرا ليتيراتور انجليز دوزيام اني في لافاك بالتحديه فحال كاع البنات عندها موهبه كتغني توت لا جورني وبغات تولي بروفيسيونيل اكثر من اللي راها فهمتي يعني كانت موهبه بغات تخليها شي حاجه اكثر بغات توصل بها لواحد المدى بعيد وان شاء الله يتحقق داكشي اللي بغات فتيحه صوتي تكتشف من طرف لا فامي لي زامي اتو كانوا متابعيني كانوا كيشجعوني كانوا كي توجور تيقولوا لي عندك صوت زوين
كملي غني مي ماشي بوغ غني في الدار وي مي ابار سا نو. ملي وصلت لواحد لاج صافي مي بارون سون داكوغ باش انني نمشي نغني معايا في داكشي اللي كندير. بالعكس مساندين من اكثر المساندين ليا هما والديا. تعرفت على المسابقه في رمضان، كنا جالسين في الدار حتى كيدوز الاشهار في التلفازه، كنت كنقول نشارك نشارك نشارك. مشيت لحقت لا فيديو في لو سيت ما بغاش يخدم ليا، بقيت ما بغاش يخدم. حتى جاتني فرصه ديال القافله ديال اورانج في اكدال، ومشيت في حالي في حال كاع الناس اللي كانوا مشينا في الصباح غاديين فرحانين ضاحكين بلوس تريسي شويه على ود لو كاستينغ. دخلت لقيت ناس كانوا بزاف ديال لي جون حتى هما بغاو يدوزوا، كنا من الناس اللي كانوا باغيين يدوزوا. دخلنا فحالنا فحال دخلنا دوزنا ان كاستينغ وخرجنا وكنا كنساينوا الريزولتا تخرج. فريمون ديك النهار ما يتنساش ليا، 11 ونص معيطين فريمون كنت مخلوعه او ميم طون كنقول يمكن شي حتيت فلا عليا حيت ما حيت لي في 11 ونص تيقول لي الو السلام عليكم وي فاتحه مغناوي هادي وي تقول لي معاك جلال الحمداوي عرفتيني الله يا ودي كاين شحالك جلال الحمداوي مرحبا سي جلال. قال لي شوفي راكي دزتي في اورانج تالنت وغدا غيعيطوك ان شاء الله ويعلموك بداكشي. ميرسي بوكو بوني اتوت الوغ 11 ونص لي جلال الحمداوي لا غد لي كنتفاجئ بلابيل ديالهم فغي جلال الحمداوي ويلي 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 قفرت. الحمد لله كانوا لي جوري بثلاثه ما خلاوش من جهدهم وحنا كنشكروهم بزاف 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 وكنبغي نقول لهم ميرسي بوكو على المجهود اللي درتو معنا وباقيين كيديروا معنا لحد الان. رسمت سما بريشة وضعت فيها الطيار وطلت طير غني وصير جري القدار. رسمت سما بريشة وضعت فيها الطيار وطلت طير غني وصير جري القدار. لا سمع تسمعني ولا طير طار يا طير العالي غرايت لي مسار. لا حسبت ولي رماني بالعار. سمية المنور تزاديت في الدار البيضاء. امتى بديت المسيرة ديالي الفنية؟ صراحة أنا تقريبا يلاه بديت لانني اصلا ملي كنت صغيره وانا عز عليا الغناء وعمري ما فكرت انني نشارك في شي مسابقه، فهذه هي اول مسابقه ليا. شفت البوبليسيتي في التلفازه فكرت انني صيفط فيديو، ملي صيفطته نسيت واش صيفطته. دازت واحد المده عيطوا ليا في التليفون قالوا لي راك تقبلتي سي بون. مشيت اول حاجه بعدا تشاورت مع والديا قبلوا مشاو معايا سمعوا كاع داكشي اللي كانت تقول لنا منال. صافي في الاخير بقيت معاهم شفت اصدقاء جداد وشفت ناس جداد شفت لهجات جداد والحمد لله داكشي داز مزيان والله ما كرهش نعاودو مره اخرى. كيعجبني عبد الفتاح القريني ولكن ملي تلاقيت فيهم و تعاشرنا وشحال من حاجه درنا فصراحه ثلاثه مزيانين والله وعزازين عليا. فاش تلاقيت بهم اول مره فرحت بزاف لانني اول مره غنتلاقى بشي فنان وما كرهتش نكون في حالهم والله صراحه. فاش كنبغيو نختاروا الاغاني ديالنا هما اللي كيساعدونا صراحه والحمد لله. فاش كنكون اون ذا ستيج ملي كنكون كنغني كيكونوا فرحانين يعني مقتنعين بداكشي اللي كندير وعمرهم ما قالوا لي شي كريتيك من خلال لي كومونتير اللي قالوهم معايا. لا تفكر يوم تلعب بي حياتي، لا لا تفكر يوم تلعب بي حياتي. حبيتك انت وصرت بالقلب غالي غالي. اسمي احمد خلوفي عمري 22 عام.
الموهبه ديالي بدات من الصغر، زعما ما كانش واحد مصرش واحد مصرات شي سيتوياسيون زعما باش بنت بلي زعما لا فامي ديالي كيقولوا لي صوتك زين ولا غير هكا من الصغر. اي اغنيه كنشوفها في التلفازه كنحاول نقلدها، نحاول نقلد زعما بالطريقه كيفاش تادات، فشافوا زعما ان الاداء ديالي مزيان ولا فامي كيشوفوا هذا الشيء اصدقائي، فمشات هكا. ملي كتكون شي حفله كيقولوا لي اجي ادي لنا شي حاجه ولا صافي، وهكا شويه بديت كيعرفوني زعما لونتوراج ديالي باللي كنغني. سبحان الله كان الفارق ما بين ذا فويس واورنج تالنت كان شي شهر ولا بحال هكا. فاش صافي رجعت من كازا لوجدة عاوتاني وانا نشوف اعلان ديال اورنج تالنت، قلت الى ربي ما جابش هذه الفرصه ان شاء الله غادي نديها، ان شاء الله غادي نربح في هذا زعما غادي نكون ان شاء الله في هذه المسابقه. وشاركت وداك الشيء اللي كان الحمد لله بقينا برايم من بعد برايم. انا ما كنتش كنشوف راسي زعما غادي نوصل البرايم الثالث، الحمد لله. ذا ستار في التلفازه كتكوني داي عليهم واحد الانطباع، من بعد كتلاقيهم اون فاس كتحسي بلي واحد الفارق ما كاينش بيناتهم، زعما ما كاينش بيناتكم. كي زعما كيعطيونا من وقتهم، التواضع ديالهم، كيفاش كيهضروا معنا بحال صحابهم، يعني داك دوك التطلعات اللي كتكوني تقولي ان هذا الفنان غادي يكون هكا ولا هكا، من بعد كيبقى زعما ما كاين والو، كتحسي براسك زعما راكي مع صاحبك ولا مالي مالي وما نسمع بدوات لي في الظلام، مالي مالي وما نسرت بس كملي يا نسرت، مالي وما نسمع بدوات لي في الظلام، مالي مالي وما نسرت بس كملي يا نسرت.